بنشوف كثير في الأفلام شخص مثلاً كان فاقد الذاكرة وضرب رأسه ورجعت الذاكرة مرة ثانية، قصص مسلية. اسمي جمعان الزهراني، أنا استشاري جراحة مخ وأعصاب، تخصصي الدقيق وجراحات قاع الجمجمة، جراحات الغدة النخامية، وجراحات الأوعية الدموية العصبية. إذا إحنا بالعادة لما نكون مريض هذا الميت دماغياً، التشخيص عموماً هذا الموت الدماغي ما هو سهل، عشان أنا أكتب في ملف المريض أو أقرر أن المريض هذا ميت دماغياً، هذا يستدعي جراحين أو طبيبين في العناية المركزة يقومون بعمل فحوصات معينة بطريقة معينة في أوقات مختلفة أو في نفس الوقت لكن بحضورهم الاثنين، بحيث أن الفحوصات هذه نتائجها كاملة تشير إلى الوفاة الدماغية. أعتقد القصص اللي نسمعها أنه ميت دماغياً، يعني أحد قالها من طبيب في المستشفى أو في العناية المركزة بدون ما يجري الفحص، لكن العلامات المبدئية تشير إلى أنه ميت دماغياً، وبعدك يعني الناس الموجودين حوله تداولوا أن الشخص هذا ميت دماغياً، الأهل سمعوها بطريقة ما، وبعد فترة رجع المريض يعني رجع لوظائفه العصبية واكتشفوا أنه مو ميت دماغياً. هل مر علي شخص ميت دماغياً ورجع عاش؟ لا، ما مر علي. هو تشريحياً الدماغ لا يختلف من شخص لآخر، إلا إذا كان طبعاً هناك تشوهات منذ الولادة، لكن لو أخذنا شخصين طبيعيين وسوينا تشريح للدماغ، التركيب التشريحية لها ما تختلف أبداً، نفس التركيب التشريحية، لكن الوظيفة ممكن تختلف. لو برضو أخذنا شخص موسيقي مثلاً غير موسيقي وسوينا تشريح للدماغ، تشريحياً هي نفسها، لكن مجهرياً ممكن تختلف قليلاً. يعني أذكر سبيل المثال مريض كان مصاب بالتوحد في أيام التدريب، كان بيلعب بمرسم فطاح، فدخل المرسم في محجر العين ودخل إلى قاع الجمجمة، كان عميق جدا وكان قريب جدا من أحد الشرايين المهمة للدماغ نسميه الشريان السباتي. فالمريض في الطوارئ كان صاحي يعني بيتكلم وعادي يعني، بس شوية ألم، وحتى ما كان يعني مأثر عليه كثير، يعني حركته كانت طبيعية جدا، كان لازال وعيه كويس. فلما أخذ العمليات كانت العملية خطيرة جدا، لأنه مشكلة في الحوادث لما يكون فيه مثلا سكين أو أي شيء داخل في الرأس، ناخذ كل الاحتياطات لما ندخل العمليه، نعرف انه الشريان هذا ممكن يكون انجرح، وسحب الجسم الغريب هذا ممكن يؤدي لنزيف، حتى يمكن يموت على طاوله العمليات. فاحنا لما نسحبه بطريقه بحيث انه يكون المكان كله مفتوح، نشوف الشريان بالضبط وينه، لما ينسحب ويبدا نزيف نبدا نقفل مكان النزيف هذا، ناخذ كل الاحتياطات، ولكن مع ذلك الفيصل في العملية هذيك هو الحظ وتوفيق الله. الحالة اللي فعلا أثرت فيني كثير هي حالة لبنت صغيرة، يعني أنا شفتها من بداية دخولها للمستشفى، جلست المستشفى تقريبا 3 إلى 4 أشهر، مرت بمراحل كثير خلال 3 أو 4 أشهر هذه. كان عندها ورم معقد جدا في قاع الجمجمة، وجريت لها 3 عمليات لاستئصال الورم، صارت معها مضاعفات من العملية وتوفاها الله. إحنا عشان كذا يعني بنحاول نسوي كل اللي نقدر عليه علشان نصل لمستوى الخبرة في تخصصنا علشان نساعد الناس هذول. فهذه يمكن حالة البنت هذه كانت من أكثر الحالات اللي فعلا لمستني وأثرت فيني. في عندنا مصطلح طبي في جراحة المخ والأعصاب نسميه الماكروسيفالي، أو كبر الرأس، يصير الدماغ
كبير جدا والرأس كبير جدا. هذه بالعكس هذه ممكن تدل على وجود اعتلالات في الدماغ، مو شرط الشخص اللي كبير رأسه يكون يعني التفكير عنده أفضل. أي ممكن طبعا. ما في عملية تجرى في الدماغ إلا يكون لها مضاعفات. الفرق فقط في نسبة حدوث المضاعفات هذه بيختلف من مكان لمكان، من جراح لجراح، لأنه كل ما زادت خبرة الجراح كلما المفروض يعني نسبة المضاعفات والعمليات هذه تقل. ممكن الشخص يتكلم لغتين، يكون يتكلم لغة واحدة وينسى اللغة الثانية، أو في لغة يتكلمها أفضل من لغة. هذه تصير في بعض مشاكل أورام الدماغ، وبعض حتى بعد العمليات ممكن تصير مناطق معينة في الدماغ. في أعتقد أنه في الناس يسوون أبحاث على المواضيع هذه، ولكن ما هي إلى الآن ما نعرف بالضبط ليش تصير. بنشوف كثير في الأفلام شخص مثلاً كان فاقد الذاكرة وضرب رأسه ورجعت الذاكرة مرة ثانية. ما أعرف أساس علمي أنا لها، هذه كلها تبقى بالنسبة لي قصص. من يعني أكثر الأشياء اللي تأثر علينا كجراحين هي كمية الضغط النفسي خلال إجراء العمليات هذه، خصوصاً عمليات الدماغ بحكم تخصص جداً، عمليات حساسة جداً. فمن أكثر الجراح بيتعرض للضغط النفسي خلال العملية ما أحد يتخيله، لازم الواحد يعيش. همي الوحيد خلال العملية إنه المريض هذا يصحى من العملية زي ما كان أو أفضل. في قرارات كثير نتخذها خلال إجراء العملية، هل أزيل الجزء هذا ولا لا؟ نسبة الخطورة لو أزلت الجزء هذا، هل هجرح الشريان هذا أو العصب الفلاني هذا؟ هل أثر على حركته في المنطقة هذه؟ هذه قرارات يعني صغيرة تتخذ خلال العملية ولكنها صعبة جدا. لكن زي ما قلت اللي يخلي الواحد يواصل هو أنه مريض يصحى بعد العملية ويشكر، يقول له شكرا، دعوة تيجي للطبيب على جواله، أو يمر على المرضى، أم المريض تدعي له، أبوه يدعي له، أخوه يدعي له، هو يدعي له ويدعي لأهله. يعني هذا هو اللي يخلينا نقدر نواصل ونستمر. بس كمية الضغط النفسي يعني كبيرة جدا بجراحة الطبيب.